بنسمع كتير عن انفلونزا الخنازير، بنسمع عن انفلونزا الطيور، ولكن هل اتاكم حديث انفلونزا الابل او انفلونزا الجمل كما يطلقون عليها، او الاسم العلمي بتاعها متلازمة الشرق الاوسط التنفسية؟ ايه هي انفلونزا الابل؟ ازاي بتنتشر؟ ما هي اعراضها؟ هل ليها علاج ولا لسه العلوم الطبية ما تعرفتش عليها؟ كل ده هنعرفه من الدكتور محمود الأفندي، أستاذ علم الأحياء الدقيقة بالأكاديمية الروسية للعلوم والتكنولوجيا، اللي بيكلمنا من العاصمة الروسية موسكو. صباح الخير يا فندم. صباح الورد أستاذ حسام، صباح الخير. أهلا 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 بحضرتك. يعني في البداية، ما هي إنفلونزا الإبل؟ هل ده مرض خطير؟ هل يسبب الوفاة؟ هل بينتقل من الجمل للإنسان؟ وتشابهاته أو تشابكاته مع الإنفلونزات التانية، الطيور والخنازير، العلاقة عاملة إزاي؟ أول شيء سعد صباحك، أول شيء من أخوة المشاهدين، طبعا هذا شيء مهم. إنفلونزا الإبل هي نوع من أنواع الكورونا، نوع من أنواع فيروس الكورونا. هو بدأ بظهوره عام 2012 في المملكة العربية السعودية، وحسب توقعات العلماء هو انتقل من الخفاش إلى الإبل، ومن الإبل إلى الإنسان. انتقل من الإبل للإنسان إما عن طريق ثلاث حالات، أو عن طريق الحليب، حليب الإبل، أو عن طريق البول، أو عن طريق اللحم المعامل بطريقة غير جيدة. يعني هاي ثلاث احتمالات انتقل وقتها من الإبل للإنسان. هو فيروس كورونا أعراضه، وبالتالي الإنسان أعراضه بشكل عام هي أعراض متوسطة مثل الإنفلونزا، وجع الدماغ، ألم الحنجرة، يعني السخونة، كل المواضيع دي، ولكن فعليا بتؤدي الى اعراض شديده، وما يسمى بتؤدي الى التهاب رئوي في بعض الحالات، وبتؤدي ايضا الى قصر في الكبد، وبتؤدي الى وفاه. يعني بالسعوديه حصل حوالي 3000 حاله، مات منهم حوالي 150,000 حاله، مات 100-150 حاله، يعني نسبه الوفيات عاليه 10-12%. يعني ده مرض يعتبر خطير، وللاسف الشديد يعني الحمد لله، يعني الحمد لله انه وقف في وقته، ما انتشرش. ليه ما انتشرش؟ بشكل اول شيء انتشاره بطيء، يعني انتشاره بين الانسان والانسان هذا الفيروس من انواع الكورونا بطيء، بينتقل بشكل بطيء، يعني بحاجه لتماس مباشر كثير، مش زي الكورونا. ولكن يمكن نقول انه هذا الفيروس بتطور، يمكن يظهر الفيروس يتطور اسرع من الفيروس الابل، يعني لازم ناخده بعين الاعتبار. اول شيء، ثاني شيء ال انتهى الفيروس اللي يسموه متلازمة الشرق الاوسط التنفسية، عمل ظهر في الشرق الاوسط وبيؤدي الى التهاب رئوي، وطبعا بعد التهاب الرئوي بيؤدي الى الوفاة. طيب مين اكثر، مين الناس الاكثر عرضة للاصابة بهذا المرض يا فندم؟ الاعمار المتوسطة، الاعمار المتوسطة والاعمار الكبيرة، يعني مش الكبار في السن او الصغيرين، لا كمان ده يعني كده هيبقى كله بقى. شوفي، بالنسبه للفيروسات مش زي البكتيريا، يعني بتتطور اول شيء، يعني مثل ما كان الكورونا القديم اللي وصل كوفيد 19، اول شيء كان يصيب المسنين والاكبار الكبيره، بعدين وصل الشباب، بعدين وصل العيال، صار يعني حتى العيال الصغيرين. نفس الشيء هذا المتلازمه الشرق الاوسط او تسمى الميرس، كانت تعدي الاعمار المتوسطه والكبيره، بس هلا زورها حتى الان لازم مراقبتها. هي عم تعدي مين؟ العمر كام؟ لانه يعني الفيروس دائما بتطور وبيظهر بحالات جديده، وبيمكن يعني بزيد سرعه انتشاره، بيكثر ما يسمى اعراضه، بتغير اعراضه. بس اللي بفرق هو الكورونا ده، الكورونا تاع الشرق الاوسط عن الكورونا ال 19، انه ما فيش حاله شم وذوق، وما بتروحش، يعني ما بتروح حاله الشم والذوق، ونفس الوقت بيؤدي الى يعني ما يسمى العدوى جدا صعبه، يعني بين الانسان والانسان بحاجه انه تجامع، او يعني يكون قاعدين مع بعضهم يعني ببيت واحد، او يعني حتى بحاجه ل كونكت كثير قريب جدا ليش بتنتقل العدوى. صعب العدوى بين الشخص والشخص، يعني العدوى بتكون بين الجمل والشخص وليس بين الشخص والشخص، صعبه جدا. فده انه بطيء الانتشار، هذا يعني بيعطينا ما بيسمى اريحيه، تفاؤل، اريحيه، ولكن يجب مراقبته. يمكن يعني لازم نوقفه، يعني يمكن ينتشر، لازم الحجز الصحي مباشره على الاشخاص اللي بتظهر عندهم هذه الاعراض. طيب يعني بينتشر، حضرتك قلت ان هو يعني بدا من الخليج وسموه متلازمه الشرق الاوسط، بينتشر في بلدان الخليج شرب حليب الابل،
هل ده يعتبر سبب رئيسي من أسباب انتشاره، أو نقدر ناخد بالنا إزاي إن ممكن نغلي اللبن؟ هل في شكل من أشكال التعامل مع لبن الحليب، وخصوصا لأهالينا في الخليج العربي اللي يعني متعودين على هذا الأمر؟ طبعا هو أحد الأسباب هو الحليب، والحليب اللي مسموه الغير المغلي، المغلي مباشرة بتقضي. يعني شوف الفيروس بدرجة 70 أو 80 درجة مئوية بيموت، ماشي؟ الغلي الحليب يكون حرارة 100%، خلاص انتهى الفيروس. بيجي بينتقل عن طريق الحليب اللي غير مغلي، يعني الحليب العادي، بس الحليب الغلى خلاص، واللحمة وبينتقل عن طريق الحليب واللحم أيضا. لازم اللحم يكون أيضا مسلوق بدرجة مرتفعة، أو يعني متعامل بحرارة قوية. بنتقل فقط زي انفلونزا، انفلونزا الطيور، يعني بتنتقل بالطير الانسان. اذا الطير معامل بطريقه كويسه او بحراره عاليه ما بتنتقل الانفلونزا او الفيروس ده، فبحاجه الى غلي الحليب او اللحم عايز تعامل بدرجه حراره قويه، لانه الفيروس بيقتل بحراره 70 ل 80 درجه مئويه، بس انه ياخذ الحليب بشره يشربه بينتقل عشان بشره لعنده. فده احد التحاذير يعني. على اي حال يعني وضحت الصوره. بنشكرك يا فندم الدكتور محمود الافندي، استاذ علم الاحياء الدقيقه بالاكاديميه الروسيه للعلوم والتكنولوجيا، متحدثا من العاصمه الروسيه موسكو. شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم.